فينا من المغرب. مهندس أحمد كريم سلمان من العراق. كنت محتاجة فعلا مساعدة ومساعدة. أن أقدم جزيل الشكر للقناة. شكرا من كل قلبي لقناة منحمة كل الألوان. امتناني لمصداقيتها. كرمال هيك أنا بحب أشكر أصحاب القناة، بحب أقول لهم شكرا لكم ويعطيكم ألف عافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. إن شاء الله بإذن الله النهاردة هتكلم معاكم عن منحة دراسية ممتازة جدا. بس قبل ما أتكلم عن المنحة دي حابب أوضح لقناتنا قناة منح من كل الألوان، بتعرض فرص ومنح بشكل مستمر، فياريت تتصفحوا القناة عشان تتعرفوا على أحدث المنح الدراسية. كمان ده الويب سايت الخاص بينا، هتلاقوا عليه منح وفرص كتيرة جدا. كمان ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتضغطوا على الجرس الصغير ده عشان كل الفرص والمنح توصلكم بسهولة. طيب خلينا نبدأ على بركة الله ونتكلم عن منحة النهاردة. هي منحة حكومة تايلاند الممولة بالكامل، تمام كده؟ طيب المنحة دي هيتم الدراسة فيها في دولة تايلاند، تمام؟ الدول المتاحة للتقديم في المنحة دي كل الدول المتاحة للتقديم، سواء انت من دولة عربية أفريقية أسيوية متاح ليك التقديم في هذه المنحة، تمام؟ بالنسبة للجهة المانحة دي، الجهة المانحة هي الحكومة التايلاندية، تمام؟ الحكومة التايلاندية هي اللي عاملة المنحة دي بالتعاون مع جامعة اسمها شرونكورن يونيفرسيتي، تمام؟ دي الجامعة اللي هيتم فيها الدراسة، والتمويل ده جاي من الحكومة التايلاندية. بالنسبة للمرحلة الدراسية الموجه ليها المنحة دي، المنحة دي موجهة لدرجة الماجستير والدكتوراه فقط، يعني لو انت عايز تدرس الماجستير متاح، دكتوراه متاح، لكن البكالوريوس او الليسانس غير متاح. ولو انت في اخر سنة من البكالوريوس او في اخر سنة من الماجستير بتقدر تقدم عادي على المؤهل الذي يليه، مفيش مشكلة، بتجيب شهادة السنة اللي قبلها، تمام كده؟ طيب بالنسبة للتمويل المتاح في المنحة دي، تمويل صراحة ممتاز جدا. عندك اول حاجة تذاكر الطيران مجانا ذهاب وعودة من بلدك الى تايلاند، مش هتدفع اي تكاليف خالص لتذاكر الطيران. تاني شيء هيكون في راتب شهري مقداره 510 دولار بما يعادل 16000 بات تايلاندي هتاخدهم شهريا عشان تغطي لك كل تكاليف المعيشة. كمان مع الراتب الشهري وتذاكر الطيران انت ليك سكن مجانا داخل الحرم الجامعي، هتاخد سكن مجانا. كمان تأشيرة تايلاند هتكون مجانا على حساب المنحة، بيوفروا لك خطاب قبول، خطاب القبول ده بتروح بيه للسفارة بتقدر تطلع التأشيرة بكل سهولة، وهم بيتحملوا الرسوم، وكمان ما بيكونش مطلوب منك بقى توفير حساب بنكي او اي شروط معقدة. وكمان بالاضافة للتأمين الطبي على حساب المنحة في حالة لا قدر الله حدوث مرض او حادث، بتكون كل تكاليف العلاج على حساب المنحة. بالاضافة طبعا الحاجة الاكيدة ان الرسوم الدراسية بتكون برضو على حساب المنحة. بالنسبة للتخصصات بقى المتاحة في المنحة دي، عندنا تخصصات كتيرة جدا. اول حاجة بالنسبة لدرجة الماجستير هتلاقي تخصصات عديدة، التصميم المعماري، ادارة الاعمال، الاقتصاد، الادارة الثقافية، الادارة الهندسية، اللغة الانجليزية، هتلاقي طب الاسنان، هتلاقي تخصصات كتيرة جدا. عندك بالنسبة للدكتوراه برضه تخصصات كتيرة، هندسة المدنية، العلوم الاكلينيكية، دراسات المعلومات، تشوف بقى التخصصات المناسبة ليك او التخصص المناسب ليك اللي انت عايز تقدم عليه. كل مرحلة دراسية وليها تخصصات كتيرة جدا. عندنا هنا ملاحظة ان المنحة دي لا تحتاج شهادة لغة انجليزية بشكل الزامي عند التقديم، تمام؟ تقدر تقدم المنحة دي بدون شهادة لغة انجليزية، لو متوفرة معاك بترفقها، لو مش متوفرة تقدر عادي تقدم بدونها. كمان المنحة دي ليس بها حد اقصى للعمر، تمام؟ ان سنك صغير سنك كبير بتقدر تقدم عليها بكل سهولة. بالنسبة للاوراق المطلوبة للمنحة دي هي اوراق بسيطة مش معقدة. اول حاجة صورة من جواز سفر خاص بيك، تمام؟ ترفقها، السي في بتاعك، السيره الذاتيه، شهاده التخرج لاخر مؤهل دراسي انت حصلت عليه، وقلنا لو انت في اخر سنه بتجيب شهاده السنه اللي قبلها لحين التخرج. كمان صوره شخصيه ليك. مطلوب حاجه اسمها ستادي بلان، خطه دراسه بتوضح فيها الاهداف اللي انت عايز تدرس في المنحه دي والجامعه دي. مطلوب 2 خطابات توصيه، تمام؟ بالاضافه كمان مطلوب شهاده صحيه دي بتثبت خلوك من الامراض. بالإضافة كمان بقى بالنسبة لكيفية التقديم في المنحة دي، إن بيتم ملء أبليكيشن التقديم للمنحة دي أونلاين، مش أونلاين عفوا، بيتم ملءه في شكل فورم. أبليكيشن التقديم هو في شكل فورم بتملاه وتحط فيه كل التفاصيل، وبعد لما بتملى أبليكيشن المنحة دي بتبعته مع الأوراق إلى عنوان الجامعة، يعني الأوراق المطلوبة دي كلها بتجمعها مع الفورم وبتبعتها إلى العنوان الخاص بالجامعة، تمام؟ بتبعتها بالبريد، مش بتبعتها اونلاين، لا بتتبعت بالبريد. شوف بقى الطريقة اللي هي مثلا في طرق كتيرة، فيديكس، دي اتش ال، عن طريق البريد المحلي بتقدر تبعتها بكذا طريقة. بالنسبة بقى لاخر موعد للتقديم للمنحة دي هو 15 يونيو 2021، ده اخر معاد للتقديم للمنحة دي، لسه قدامك وقت، فتحاول تجهز كل الاشياء المطلوبة للمنحة دي من دلوقتي وترسل الاوراق.
كمان عندنا ملاحظه، ما تنسوش ان قناتنا قناه منح من كل الالوان، بتوفر خدمات اضافيه زي اللي احنا بنوفر منح دراسيه مضمونه القبول 100% في الصين، كمان خدمه التقديم بشكل احترافي لاي فرصه منحه انت عايزها، يعني لو عايز تقدم من خلالنا على المنحه دي وكمان نوفر لك كل شيء ونبعت لك الاوراق للجامعه متاح، كمان خدمه تجهيز الاوراق بشكل احترافي عشان تستخدمها في التقديم لاي فرصه منحه انت عايزها بنفسك، وخدمه التقديم على الكورسات عشان تزود من مؤهلاتك في الفرص والمنح. تمام، ولو عايز اي خدمه من الخدمات دي بتلاقي رابط استمارات كل الخدمات موجوده في صندوق الوصف اسفل الفيديو ده، وايضا موجوده هنا رابط الخدمات الاضافيه، بتشوف الخدمه المناسبه ليك وتقدم عليها ويتم التواصل معك. تعالى دلوقتي نشوف بقى الاعلان الرسمي للمنحه اللي فيه كل التفاصيل. هتيجي تضغط على كلمه الاعلان الرسمي ده عشان يفتح معاك كل التفاصيل اللي انا قلتها. هتلاقي من الموقع الرسمي نفسه ده اللي هيفتح معانا ده الموقع الرسمي نفسه للجامعه، تمام، جامعه شلون كور يونيفرسيتي. هتلاقي هنا الموقع حاطط لك كل التفاصيل، ابلكيشن فورم هنا اللي انت المفروض هتملاه، كل التفاصيل محطوطه هنا، وبيقول لك ان المنحه دي موجهه للجراديويت سكولارشيب، تمام، للطلاب الاسيويين ومن خارج دول اسيا ايضا. تعالى دلوقتي بقى نروح نشوف الابلكيشن فورم اللي هترفقه مع الاوراق وتبعته للجامعه. تيجي تضغط على كلمه هنا دي عشان يفتح معاك الابلكيشن فورم، تمام كده. لما تضغط عليها هيتحمل معاك الملف وورد وهيفتح معاك الملف بالشكل ده. طيب ده الملف الخاص بالجامعه اللي انت هتملاه والمنحه اللي انت هتملاه وتبعته مع الاوراق. اول حاجه في الجزء ده لازم ترفق الصوره الشخصيه بتاعتك، تمام، وخلي بالك لازم تملا الملف ده بالكمبيوتر مش بالهاند رايتنج. فهتحط بقى هنا تفاصيل يعني معلوماتك الشخصيه، اسمك، اسم العائله، تاريخ ميلادك، الجنسيه بتاعتك، رقم جواز سفر، الجامعه اللي انت اتخرجت منها واللي انت بتدرس فيها حاليا. حط بقى كل التفاصيل، باشلر ديجري بتاعك خدته من اي مؤسسه من اي دوله، لو انت هتقدم على الدكتوراه يبقى لازم كمان تحط درجه الماجستير بياناتها، تمام. تحط بقى انت عايز تقدم في الجامعه دي على اي تخصص واي كليه، تمام، وعايز تدرس في السمستر اللي هو اغسطس 2021 تعلم عليها، تمام كده. وهنا بيقول لك بقى بالنسبه لو عندك شهادات لغه زي الايلتس والتويفل بتحط درجتها، لو ما عندكش بتسيب الجزء ده فاضي، تمام كده. هنا بقى بتخش على حته الاسئله، يعني لو انت حصلت على منحه سابقا بتذكر المنحه دي، تمام كده. وهنا بتكتب بقى بعض المقالات، تمام، لو انت بقى سافرت في الخارج قبل كده لدوله اخرى او درست في دوله اخرى برضو بتوضح ده كل ده هنا. هنا بالنسبه للهيلث انشورنس، تمام، لو انت عملت التقرير الطبي بتحط بقى التفاصيل بتاعته هنا، عملته من منين بالظبط، تمام. بالنسبه للبابليكيشنز، البابليكيشنز دي هي يعني مش مطلوبه بشكل الزامي، تمام، يعني بيقول لك اف نيسيسري، لو يعني هنا عندك اي صفحات اضافيه للبابليكيشنز بتضيفها. البابليكيشنز ده هو بتبقى زي منشورات كده للشخص طالب الدكتوراه تحديدا بيحتاجها، بينشرها مثلا بابليكيشن على اساس التخصص اللي هو درسه بيعمل البابليكيشنز ده. هي بتبقى مطلوبه شويه اكتر حاجه لطلاب الدكتوراه، مش مطلوبه بشكل كبير لطلاب الماجستير، بس هنا في المنحه دي مش شرطينها الزامي، يعني لو عندك بابليكيشنز بتحط تفاصيلها، لو ما عندكش خلاص بتسيب الجزء ده فاضي. هنا عندنا بروبوزال بلان اوف ستادي اور ريسيرش، بتحط بقى ليه انت عايز تدرس في الجامعه دي وليه اخترت المنحه دي، تحط كل التفاصيل دي هنا، تمام. فالستادي بلان اللي احنا كنا قلنا عليها الاوراق المطلوبه مش هتعملها في شكل ملف بي دي اف، وانما هتكتبها هنا، ولو عايز انت تضيفها في شكل بي دي اف يعني حاجات اضافيه هتكتبها، بتضيفها مع تكتب جزء وبتضيف البي دي اف معاه، تمام. وتعمل هنا بقى يعني ايه المسؤوليات، اعطي مثلا ديسكريبشن، تمام، عن البوزيشن بتاعتك في كانت في الجامعه اللي انت بتدرس فيها حاليا او في الجامعه اللي انت درست فيها سابقا، كانت مسؤولياتك ايه وازاي انت شاركت في الجامعه دي مثلا في اكتيفيتيز، في ازاي كنت انت طالب مجتهد، بتوضح كل ده هنا، تمام. طيب هنا بقى خلاص انت بتحط كمان هنا في السؤال ده ايه الخطه بتاعتك بعد لما بتخلص الدراسه في الجامعه دي، ايه خطتك، عايز تعمل ايه. وهنا بتعمل سيجنتشر توقيع، تمام، انك مليت الابلكيشن والتاريخ اللي انت ملقته فيه. هنا دي بقى هنا حاجات تكميليه للناس اللي هي اساتذه جامعات حاليا وعايزه تقدم للمنحه دي، لازم تجيب شهاده من الجامعه اللي هي بتشتغل فيها حاليا عشان يرشحوها للمنحه دي، تمام. لكن لو انت مش استاذ جامعي خلاص مالكش علاقه بالجزء ده، بتسيبه فاضي. وهنا دي اشياء اضافيه بيوضح لك ايه المنحه دي هتوفر لك ايه، دي مجرد فقط توضيح ليس اكثر. يبقى الابلكيشن بينتهي لحد هنا لما بتوقع وبتكتب التاريخ، تمام. فزي ما احنا وضحنا كده كل التفاصيل، بتحط الفورم ده مع الاوراق وبتبعتهم لعنوان الجامعه، وكده شرحنا كل شيء. ما تنسوش اخر ميعاد 15 يونيو 2021، وكمان ما تنسوش خدماتنا الاضافيه، وان شاء الله باذن الله يكون بالتوفيق والقبول للجميع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.